مدرب تونس، كنا نستحق التتويج باللقب العربي، لكن الجزائر كانت الأكثر شهادة. يرى مندير الكبير مدرب المنتخب التونسي أن الجزائر كانت الأكثر شهادة في اللقاء الذي جمع الطرفين لحساب النهائي كأس العرب، مشيرا إلى أن كتيبته كانت تستحق التتويج كذلك باللقب قياسا على المستوى الذي قدمته في المواجهة. وقال الكبير في تصريحات صحفية: كانت مباراة الديربي محتدمة بين الطرفين، الجزائر منتخب كبير، اللاعبون لم يقصروا جهدا، كانت لدينا العديد من الفرص للتقدم في النتيجة، فمن كان سباقا للتسجيل قطع شوطا كبيرا نحو التتويج. واختتم الكبير: الجماهير راضية عنا لأنها شاهدت لاعبيها يقاتلون وأعطوا كل ما عندهم واستحقوا هم كذلك التتويج. لم نكن موفقين في التسجيل والخصم كان أكثر شهادة. وتوج المنتخب الجزائري باللقب العربي لأول مرة في تاريخه عقب تغلبه على نظيره التونسي بهدفين مقابل لا شيء، حمل توقيع أمير سعيود وياسين إبراهيمي في الشوطين الإضافيين من اللقاء الذي جرى على أرضية ملعب البيت.